أيها اللبنانيون، زمن الوصاية عليكم لم ينتهي بعد، فلبنان يقبع رهن انتداب سياسي واقتصادي لا مثيل له. والمخجل أكثر أن وصاية صحية تلعب دورها الآن عبر اللقاحات. في وصي دولي، في علينا انتداب دولي، في مسؤول بالبنك الدولي عم يقول أنا بدي أشوف شو اللقاح اللي بدي أعطيك إياه ولمين بدي أعطيه. يعني ما في افتئاد للسيادة أكثر من هيك بعد. هل بعد في افتئاد للسيادة إنك أنت توصل تقود بلد مش قادر تشتري لقاح لشعبك، وبنفس الوقت مسؤولين دوليين عم يقولوا لك مين اللي بياخذ قبل التاني، بنقي مين اللي بيعيش ومين اللي بيموت؟ فلا يعني بدهم يسمحوا لنا فيها. اليوم نحن بمرحلة انتداب اقتصادي تدريجي، وبعدين عم تسمع انت وغيرك، كلنا عم نسمع وقت بقولوا انه انتبهوا، وانه نحن عيننا عليك اذا حدا زعبر باللقاح. شو يعني زعبر باللقاح؟ اللقاح اول شيء لا بينتقل ولا بينباع ولا بينشرى، يعني ماكسيموم واحد في شكه بايده، يعني ماكسيموم مواطن في يكتسب مناعة. صار وصاية دولية على لقاح حقه 6 دولارات، كل عمره لبنان يدفع حق فنجان قهوة 6 دولارات. إنك عندك وصاية دولية وعندك مسؤولين بالبلد قاعدين عم يتسمعوا إنه أنتوا نحن بنقرر كيف بدنا نعطي لقاح لشعبكم، فوين يعني وين هي السيادة بعدها؟ لأن هيدي صرخة، لأني أنا عارف لوين البلد رايحة. البلد هلا بس يصير في تلقيع وصفي في استقبالات برا، إذا بتلاقي بعد في مهني بالبلد موجود، إن كان طبيب لامع أو ممرضة لامعة أو مهندس لامع أو محامي لامع، بتجي بتحكيني بعد 5 أشهر أو 6 أشهر. جعلوا من لبنان دمية بيد الخارج. أقل شيء يمكن أن نتوقعه منهم هو أن يجلبوا لنا الوصاية حتى على طعامنا وشرابنا. فكيف سيتحرر اللبنانيون من الوصاية الجديدة التي فرضت عليهم؟